السلام عليكم. حنا بزاف لا ما بغيناش نعطلكم شي هذا الوقت، ولكن ما نبقاوش ملاحظات، خصنا نعاودو نقول لكم نذكركم حنا الناس عارفين عارف القانون. اليوم راك تصيدو في المحميه في ديال الوحده، مرحبا. خاص القناص اسيدي، شوف تيسيرها بنتو، تيسيرها رئيس جمعيه والممثليه من غابات، تدو القرعه تيجيو النوامر، كل واحد تحطوه في النمره تيكون راضي بها. قبل ما يقص القناص لابد يعرف اللي من ديالو واللي صار ديالو شكون هي. ثانيا خص يكون لابس شي حاجه تتبان، اما جيلي اما شي كاسكيطه حمراء. مزيان، الانسان ما يضرب الا قدامه وفواحد الزاويه ديال 30، ما يضربش قدام الناس، ويضرب في المسافه المسموحه اللي يقدر يقتل فيها الحلو، ما يضربش على واحد المسافه كبيره. الله يخليكم. وحاول السيد اللي على النوع ديال القطاس اللي من ليه مسموح هنايا هو البار، من غيره راه عنده مخالفه. شوف طيب من غيره البار. سي القناص الى هرس شي حلو في بليسه داكشي، من تنكملوه يبلغنا باش نتبعوه وما نخليوش يكون عرض للناس اخرين. الله يخليكم. من نكملوا كامل الصيده ديشارجي السلاح ديالك وجمع دوك اللي يدوي اللي بقاو تما. الله يخليكم. السيد ما بقاش يضرب في اتجاه القناص، هما تنقولوا ديما القدام والزاويه غير 30، ماشي حتى تكثر 30 درجه. الله يخليكم. وبغينا باش ندوز هذا النهار بخير على خير. الحلو في لافلت وبشا حي، الله يعاونهم، راه نقتلوه. ما وقعت شي كارثه الله يستر.
لا 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 لا